معلومة طقسية. طقس صلوات اليوم سنوي. صلوات الأجبية بالقداس حتى الساعة السادسة. الصوم لا يصام لأنه فطر كامل. الألحان فاي بيبي وطاي شوري، ويقال لأنك أتيت جي أك إي. القراءات تقرأ فصول اليوم من القطمارس السنوي. الأوشية الموسمية، الأهوية والثمار. التوزيع، المزمور 150 والمدائح بالطريقة السنوي. ختام الصلوات اسمه إن يائير تدفيه، بارك أهوية السماء. باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. اليوم السادس عشر من شهر طوبى المبارك، أحسن الرب انقضاءه وأعاده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا آبائي وإخوتي، آمين. في مثل هذا اليوم من سنة 20 للشهداء 304 ميلادية استشهد القديس فيلوثاوس. ولد هذا القديس بمدينة أنطاكية من أبوين وثنيين، فكان يخاطب الشمس ويقول لها: إن كنت أنت الإله فعرفيني. فجاءه صوت يقول: لست أنا إلها، ولكنني أخدم الإله الذي سوف تعرفه وتسفك دمك لأجل اسمه. ولما رأى الرب استقامة سيرته أرسل إليه ملاكا عرفه بخلقة العالم وتجسد السيد المسيح لخلاص البشر، فابتهج قلبه وبدأ يصلي ويصوم ويتصدق على الفقراء. وحدثت معجزة لأبويه بصلاة هذا القديس، فآمن بالسيد المسيح ونال سر المعمودية المقدسة. ولما سمع الإمبراطور دقلديانوس استحضر القديس فيلوثاوس وأمره أن يقدم البخور للأوثان، فرفض وعذبه الإمبراطور عذابا شديدا، وأخيرا أمر بقطع رأسه، فنال إكليل الشهادة. بركة صلواته فلتكن معنا، آمين. وفيه أيضا من سنة 515 للشهداء 799 ميلادية تنيح البابا يؤنس الرابع البطريرك الثامن والأربعون من بطاركة الكرازة المرقسية. ترهب هذا القديس بدير القديس مكاريوس، ثم رسمه البابا ميخائيل السادس والأربعون قصا على كنيسة أبي مينا، وكلفه برعاية شعبها. ولما تنيح البابا اجتمع الأساقفة والكهنة والأراخنة بالإسكندرية لمدة 3 أيام، واظبوا فيها على الصلاة والصوم، ثم ألقوا قرعة فوقعت على الراهب يوحنا فرسموه بطريركا، واهتم بتعليم شعبه وافتقاده. وحدث في أيامه غلاء شديد، فكان يجتمع عند قليته فقراء كثيرون من كل ملة، فكان يقضي لهم حاجاتهم، وأمر ببناء وترميم كنائس كثيرة. ولما أكمل جهاده الصالح عرف يوم نياحته، وأوصى أن يكون تلميذه مرقس بطريركا بعده، ثم تنيح بسلام. بركة صلواته فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا، آمين. من مزامير أبينا داود النبي، بركاته على جميعنا.
عجيب هو الله في قدسي إله إسرائيل هو يعطي قوة وعزاء لشعبي الصديقون يفرحون ويتهللون أمام الله ويتنعمون بالسرور هللويا. الإنجيل المقدس فصل من إنجيل معلمنا ماري لوقا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا. ولكن أقول لكم يا أحبائي لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم ما يفعلون أكثر بل أريكم ممن تخافون خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم. نعم أقول لكم من هذا أليست خمسة عصافير تباع بفلسين وواحد منها ليس منسيا أمام الله بل شعور رؤوسكم أيضا جميعها محصى فلا تخافوا أنتم أفضل من عصافير كثيرة وأقول لكم كل من اعترف بي قدام الناس يعترف به ابن الإنسان قدام ملائكة الله ومن أنكرني قدام الناس ينكر قدام ملائكة الله وكل من قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له وأما من جد فعلى الروح القدس فلا يغفر له ومتى قدموكم إلى المجامع والرؤساء والسلاطين فلا تتموا كيف أو بما تحتجون أو بما تقولون لأن الروح القدس يعلمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوه والمجد لله دائما. الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بنعمة ربنا يسوع المسيح وإرشاد الروح القدس هنتأمل النهاردة في قراءات يوم الخميس الموافق 24 يناير 16 توبة 1735 للشهداء. الحقيقة النهاردة محور القراءات
هو التبعية للمسيح. طبعا هذا الطريق، طريق التبعية للمسيح له صفات. نشوف مع بعض من أول محطة في هذه القراءات، مزمور العشية. يقول: قد ارتسم علينا نور وجهك يا رب، أعطيت سرورا لقلبي، لأنك أنت وحدك يا رب أسكنتني على الرجاء. يبقى التبعية للمسيح تعطينا سرور للقلب، كذلك أيضا تسكننا على الرجاء. يعني التبعية للمسيح تعطينا فرح، تعطينا سرور للقلب، وليس سرور شكلي أو فرح شكلي، ولكن للقلب، مصدر كل المشاعر طبعا. وأيضا تسكننا على الرجاء، يعني التبعية للمسيح تعطينا رجاء مهما كانت الضيقات اللي بنمر بيها. عشان كده بعد كده إنجيل معلمنا متى البشير، فصل من إنجيل معلمنا متى، بيحدثنا في هذه العشية عن برضو صفات التبعية للمسيح. أو من ملامح التبعية للمسيح، حينئذ قال يسوع لتلاميذه: من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. إذن التبعية للمسيح تعني إنكار الذات وحمل الصليب. ده الكلام اللي قاله رب المجد. طبعا من فينا بيفكر في هذه الملامح أو هذه العلامات دي؟ طبعا العلامات اللي توضح أن أنا ماشي في الطريق الصحيح. إنكار الذات، كل واحد منا يريد أن يمجد ذاته وليس أن ينكر ذاته، لأن طبعا ده طبعا صليب. إنكار الذات في حد ذاته ده صليب، ألم يعني، تعب، إزاي أنكر ذاتي؟ عشان كده المسيح قال: من أراد أن يخلص نفسه يهلكها. بمعنى إيه؟ إنكار الذات، أنت بتهلك نفسك مش بتمجد ذاتك. ومن يهلك نفسه من أجلي، يعني أنت بتهلك نفسك ليه أو بتنكر ذاتك ليه؟ من أجلك يا رب، لكي تظهر أنت وأنا أختفي. عشان كده حتى يوحنا المعمدان قال: يجب أن هذا يزيد وأما أنا فأنقص. يقول: لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. طبعا لكن مش هتفضل الحياة كده، إن فيها إنكار ذات وفيها تعب وفيها صليب وينتهي الموضوع على كده. يقول: لأن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته، وحينئذ يجازي كل واحد حسب أعماله. يعني في مكافأة، ننتظر المكافأة أو المجازاة كما قال معلمنا بولس الرسول في أحد رسائله. ننتقل بعد كده لمزمور إنجيل باكر. يقول: يفتخر بك كل الذين يحبون اسمك، لأنك أنت يا رب باركت الصديق مثل سلاح المسرة كللتنا. برضو يدعونا أن احنا نفتخر بالله، مش نفتخر بأعمالنا، مش نفتخر بتقوانا، مش نفتخر بقوتنا، مش نفتخر بأي شيء غير. يقول: يفتخر بك كل الذين يحبون اسمك، لأنك أنت يا رب باركت الصديق. يعني حتى الصديق له بركة. الإنسان الذي يتقي الله وحتى يحيى حياة إنكار الذات وحمل الصليب له بركة. يقول: باركت الصديق. يقول: بسلاح المسرة كللتنا. يعني أيضا برضو يفكرنا بأعطيت سرورا لقلبي في مزمور العشية. سلاح المسرة كللتنا، بسلاح المسرة، يعني أعطتنا هذه المسرة كسلاح في وجه العدو، تكللنا بسلاح المسرة. ننتقل بعد كده لإنجيل باكر، فصل من إنجيل معلمنا متى البشير. يقول: من أحب أباه أو أمه أكثر مني فلا يستحقني. يعني يدعونا أيضا برضو أن احنا نحب الرب أولا من كل القلب، ولا نحب أكثر منه أي شيء على الأرض، حتى الأب، حتى الأم. ويقول أيضا: ومن أحب ابنه أو ابنته أكثر مني فلا يستحقني. يعني هل المسيح يدعونا إلى عدم محبة الناس، الأب أو الأم أو الابن أو الابنة؟ مش ده اللي يقصده المسيح. المسيح يقصد: اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، تحب الرب إلهك من كل قلبك، والتانية مثلها اللي هي تحب قريبك كنفسك. وهذا القريب ممكن يكون الأب أو الأم، لكن أولا تحب الله من كل قلبك. عشان كده يقولوا: من لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. يعني من يرفض، طبعا التبعية تعني إنكار ذات، تعني خدمة، تعني تسبيح لله، نمجد الله في حياتنا، في كل أفعالنا، في كل أقوالنا، في مشاعرنا، نحيا حياة التدقيق، نسلك كحكماء لا كجهلاء. طيب ما كل ده يعتبر صليب أو تعب. يقولوا: من لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. يعني في الآخر في استحقاق. من هو الاستحقاق اللي احنا هنأخذه بعد كده؟ شخص ربنا يسوع المسيح، الحياة معه إلى الأبد. يقول: من وجد نفسه
يضيعها، ومن أضاع نفسه من أجلي يجدها. يعني يؤكد برضو على إنكار الذات إلى النهاية. لكن من يجد نفسه، يعني من يهتم بنفسه على حساب ربنا يسوع المسيح أو على حساب محبته لربنا يسوع المسيح، طبعا لا يستحق شخص ربنا يسوع المسيح. ننتقل بعد كده إلى فصل آخر من البولس لأهل روميا. عشان كده يقول حتى بولس الرسول إذا تعرضنا ونحن في تبعيتنا للمسيح لألام، يقول لا أظن، لأني أظن أن ألام هذا العالم، هذا الزمان الحاضر، لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. يعني إذن في نتيجة، ننتظر ربنا يسوع المسيح، نستحق ربنا يسوع المسيح في النهاية، لكن في ألام في هذا الزمان الحاضر. فبيقارن بين هذه الألام وبين المجد، يقول ألام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد، أو اللي يعني هيستعلن فينا. طبعا بيقول لنا، طبعا أنا عارف أن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. طبعا كلمات تشجيع للاستمرار. يقول فإننا نعرف أن كل الخليقة تئن. يعني أحيانا تقول أنا الوحدي اللي متألم، حد الشاعر بي، لكن بولس الرسول فإننا نعرف أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا حتى الآن. حتى نفسه بولس الرسول يقول وليس هي فقط، مش بس الخليقة، بل نحن أيضا، يعني بيشير إلى ذاته، إلى التلاميذ، إلى الرسل، إلى الخدام، بل نحن أيضا الذين لنا بقورة الروح. يقول نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا. يعني إحنا عايشين حياة إنكار ذات وتعب وخدمة وألم، لكن متوقعين التبني فداء أجسادنا، لأننا بالرجاء خلصنا. طبعا يتكلم عن الرجاء، يعني يقول ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء. إذا كنت أنا شايف المكافأة اللي هاخدها، يبقى ده رجاء إزاي؟ لأن ما ينظره أحد فإياه يصبر عليه. أنا شايف النتيجة، فعشان كده صابر عشان أوصل لهذه النتيجة. طبعا كل ده تشجيع من معلمنا بولس، ولكن يقول إن كنا نرجو ما لسنا ننظره، يعني إحنا شفنا الملكوت شكله إيه؟ ما شفناهوش، ما لم تره عين. لكن إذا كنا نرجو هذا ما لسنا ننظره، فإننا نتوقعه. كلمة مهمة قوي، بالصبر. يعني نصبر على الآلام، على ضيقات هذا العالم، لأننا نرجو شيئا آخر فيه كل مجد ولا يقارن بألام هذا الزمان. ويقول أنا مش سايبكم، بولس الرسول يقول كذلك الروح أيضا يعضد ضعفنا. يعني روح الله، روح الله القدوس في داخلنا يساعدنا، يعننا، يقوينا. الروح أيضا يعضد ضعفنا، ولكن الروح نفسه يشفع فينا، مش بس يعضدنا، كمان يشفع فينا بتنهدات لا ينطق بها. يقول كده ونحن نعلم أن الذين يحبون الله وهم الذين دعاهم حسب قصده السابق، يعني يجعل كل الأشياء تعمل معهم للخير. يعني مش هيسيبنا في ضيقتنا، وإذا أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. يجعل كل الأشياء تعمل معهم للخير. كل دي طبعا تجعلنا نرجو الأبدية، نصبر على هذه الضيقات في هذا العالم الحاضر حتى نفوز بالمكافأة، وهي شخص ربنا يسوع المسيح. ننتقل بعد كده إلى الكاس اللي يكون. يقول معلمنا بطرس الرسول في الكاس اللي يكون والنهاية، إذن يعني الخلاصة إيه؟ كونوا جميعا برأي واحد. يقول وكونوا مشتركين في الآلام برضو. يعني إذن كلنا يجب أن نشترك في الآلام. من أراد أن يكون لي تلميذا ينكر ذاته ويحمل صليب. كلنا مدعوين للاشتراك في الآلام. ويقول طبعا كونوا محبين الأخوة، لأن المحبة صليب. المحبة صليب، عشان أحب أخويا رغم ضعفاته اللي بشوفها في حياتي. وطبعا طبعا دي عمل ليس سهلا. مش من السهل ان انا احب اخويا اللي بيكرهني او اللي بيضايقني او اللي كان حقي في الميراث او المحبه في حد ذاتها صلبه. عشان كده حتى ربنا يقول ايه، الكتاب يقول هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. اذن الصليب بهذا المفهوم هو محبه، او المحبه صليب. يقول من اراد ان يحب الحياه ويرى اياما صالحه فليكفف لسانه عن الشر. وهذا صليب، عشان واحد يمسك لسانه بيتألم، أنا عايز أرد. يكفف لسانه عن الشر، شفتيه ألا تتكلم بالمكر، ليحد عن الشر يصنع الخير، ليطلب السلام ويجد في أثره، لأن عيني الرب تنظران الأبرار وأذنيه تنصتان إلى طلبتهم، أما وجه الرب ضد فاعلي الشر. وبعدين يقول طب نفترض ان احنا تألمنا يعني من اجل البر. يقول ولكن وان تألمتم من اجل البر، من اجل ان الله سيبررنا في نهايه الطريق، فطوبى لكم.
يعني إذا تألمنا طوباكم. وأما خوفهم فلا تخافوا ولا تضطربوا، بل قدسوا الرب المسيح في قلوبكم. طبعا ننتقل بعد كده للإبراكسيس، والحدث في ذلك الوقت اضطراب ليس بقليل بسبب الطريق. يعني الطريق ده كان الاسم اللي بيطلقوه على المسيحيين، أو دول يقول لك دول شيعة الطريق أو أهل الطريق. الطريق اللي هو عشان المسيح الآن هو الطريق، فإحنا ماشيين في طريق المسيح، التبعية للمسيح. فحدث اضطراب طبعا، رب إبليس طبعا مش هيسكت. كان واحد اسمه ديمتريوس صائغ فضة، صانع هياكل فضة لأرتميس، واحدة من الآلهة اليونانية يعني. وكان الصناع بيربحوا طبعا فلوس من هذه الصنعة. وطبعا لما جه بولس الرسول استمال طبعا جمع كثير جدا يعني للمسيح، فطبعا اختازوا يعني. فانطلقت المدينة اضطرابا، ولأن المحفل كان مضطربا وأكثرهم لا يدرون لأي شيء، كله ماشي في السكة وخلاص. ولكن بعد كده يقول فلما هدأ الكاتب الجمع، يعني حتى ربنا زي ما قلنا قبل كده بيجعل كل الأشياء تعمل معا للخير، طلع لبولس واحد كاتب قال إيه؟ أيها الرجال الأفسسيون، بيقول يعني إن كان ديمتريوس والصناع الذين معه لهم دعوة على أحد، على بولس يعني، فإنه تقام أيام للقضاء. طبعا الله أعطاه حكمة عشان يهدي الموقف، ويوجد ولاة يعني في قضاء، تعال نقف ونشوف المرافعة، كل واحد يترافع باللي عنده ونشوف في الآخر. فإنه يقضى بينكم في محفل شرعي، لأننا في خطر أن نحاكم من أجل اضطراب هذا اليوم. يعني الله طبعا وليس حجة يمكننا من أجلها أن نعطي جوابا عن هذا الشغب. هنقول طب إيه الحجة؟ ليه عملتوا شغب في البلد؟ يعني ممكن الحكام يقولوا لنا تعالوا أنتوا عاملين شغب ليه؟ ولما قال هذا صرف المحفل. يعني عدت الأمور بالسلام، الله بيحفظ نفوس الأبرار. عشان كده يقول المزمور إيه؟ عجيب هو الله في قدسيه، إله إسرائيل هو يعطي قوة وعزا لشعبه. الله لا يترك أولاده أبدا في أي ضيقة أو في أي شدة، وإن سمح ليهم فطوباهم زي ما قال الكتاب. والصديقون يفرحون ويتهللون أمام الله ويتنعمون بالسرور. نرجع تاني للفرح وللسرور، حتى وكنا متألمين فرحانين بتعزيات الله وعملوا معنا. عشان كده في آخر محطة إنجيل القداس، فصل من إنجيل معلمنا لوقا، يقول ولكن أقول لكم يا أصدقائي لا تخافوا من الذين يقتلون جسدكم. دعوة إن احنا لا نخاف من أي شيء، وبعد ذلك ليس لهم أن يفعلوا شيئا أكثر، بل أعلمكم ممن تخافون، خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم. وبعدين بيقول لنا إيه؟ يقول لنا شعور رؤوسكم أيضا جميعها محصاة. يقول أليست 5 عصافير تباع بفلسين؟ يعني ما لهمش أي قيمة أمام الله ولا الناس، وواحدة منها لا ينسى قدام الله. إذن يقول لنا الكتاب إيه؟ أنتم أفضل من عصافير كثيرة. وأقول لكم إن كل من يعترف به قدام الناس يعترف به ابن الإنسان أيضا قدام ملائكة الله. يعني لنا مجازاة، لنا مكافأة. إنكار الذات وحمل الصليب ليس هباء. علشان كده يقول الكتاب أو إنجيل القداس يقول فلا تهتموا كيف أو بما تجيبون أو بما تقولون، لأن الروح القدس يعلمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوه. ربنا يعطينا نعمة إن إحنا نسلك في تبعية المسيح بثبات، ولا ننظر إلى الضيقات وإلى الألام، بل ننظر إلى المجد الذي سيستعلن فينا. ولربنا المجد إلى الأبد. آمين.